ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا في قناة وطنية في برنامج الدوار. على كل حال كل عذرنا من دوار دوار، نقول لكم صحة رمضانكم، انتم بالصحة والعافية. راهي ساعة ساعة دوكا، احنا على كل حال انا في ولاية شلف ساعة، وصاحبي راه مغالبة رمضان. ها؟ 7:25 7:25 هنا في شلف نمو مؤذن مع جوية 7:05 نمو مؤذن، هذاك هو. انا اللي متواجد هنا في طريق شرق غرب مكان مسمى وين الحسنية، كاين شغل بلاصه تاع الراحه ما فيها لا ستاسيون لا والو، مكان يجوا اصحاب الكمين كما راكم تشوفوا راهم بقوه، ناس هنا اللي تحكم التراجي مساكين يجوا هنايا كما قال يرتاحوا. وهنايا كاين ناس عندهم شغل دي سيارات، السيارات خادمينهم كما نقولوا دي ريستورون مطعم متنقل. احنا نتمنى ان شاء الله والله كما قال السلطات هكا نزيد يعاونوا هاد الناس لا من حيث الكهرباء لا من حيث هادو، باسكو هادو راهم منحين الغبن الكبير على سائقي الشاحنات، باسكو ما عندهمش اللي يباتوا مساكين يجوا هنا يباتوا وراهم مريحين. اليوم عندنا هذا العدد خاص ديالنا يعني الافطار، الافطار احنا اليوم غادي نفطروا مع هاد الناس اللي ما شاء الله هنا عابر السبيل. هيا راكم دابا في قناه الوطنيه في برنامج دوار. نتعرف عليك، اسمك الله؟ اسماعيل. اسماعيل، صحة رمضانك. الله يسلمك، حنا حنا والجميع. يلا الله يتقبل منا ومنكم ان شاء الله. احكي لنا شويه سيدي. ها البركه في الشبيبه هذو راهم طوعين ودايرين بيت السبيل لله. هنا هنايا هذا الريستورون كاين بكري. من بكري. من بكري كاين. من بكري كاين. شارو عندكم هنا يا جماعه؟ عامين. هادو عندهم العام فايت. فايت، هادو عامين راهم يديروا في سبيل الله. الله يبارك. كاين ناس يعاونوهم ولا غير واحد مساكن؟ يجيبها ربي كما قال له، تجي وحدها. والله تقريبا غير الشباب هذو هما اللي مستكلفين، ومين ذاك يجي؟ التليفون قالها ودي. مين ذاك يجي واحد قال هاكم في وجه الله وخلاص. ما كان لا اعلام له. كنا نهضروا على الاعلام حتى جيت انت. ما لهم الاعلام؟ قلت له دختنا. قال له والو. وحدكم؟ وحدهم، البركة فيهم هذو هم يعني. هذا ال هذو الشباب النيرة هذو وجوه الخير صورهم معاهم. هذا صورهم. ايه. ها بني رانا انا معاهم. وربي نعمة ماشي غالية. وربي يتقبل منهم منكم. لا يتقبل. اسمع. اي انت راك مع الخبز، شحال في بري موجبة عندكم هكا؟ كل مرة كيفاه 150 200 150 صاحبي كون تجيب واحد وتزوجو ديالك ماشي غاية؟ هو تزوج نزوجوك. لا 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 خويا عندي ماشي خوفت منها بصراحة عندي. ايه 150 يبارك. الشربة، الجي، الماء، الياورت، المسوم، المسوم، السلاطة، والدوزيام بلا. الدوزيام بلا خويا. ايه بارك الله فيك. الله فيك بارك. بصحة رمضانكم. احنا والجميع بصحة رمضانكم، والله يتقبل منا ومنكم ان شاء الله. ان شاء الله. الله راه كاين فضاء واحد اخر من اخويا. هاي شرق غرب رانا غير فيها. سيدي الشلاطة. سمح لنا كل واحد واش راه قابض. كاين اللي راه قابض الخبز، كاين اللي راه قابض الشلاطة، كاين اللي راه قابض الباركينغ، كل واحد. وسلام يا سيدي. السلام عليكم. وخويا من راه قابض البروم؟ انا قابض البروم. البروم يا خويا انا وعزين البرمه. شو شو هود 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 الزيتون يا خويا ما شاء الله. يا اي فمي مج فمي دار يا اخي سيدي. هذا كاين وحدين يطيبوه وجابوه في الدار. طيب يومي نطيبوهم في الدار ونجيبوه. انت الزيتون يجيبوه لك ولا انت؟ لا لا احنا احنا غير احنا في احنا هكا متفاهمين و اي وحدكم اي وحدنا في الدار ونجيبوه. صح. واش من فايده عندكم؟ فايده عند ربي سبحانه. فايده تاعنا ربي سبحانه. تتمارك الفوق عند ربي سبحانه. سؤال وانا سؤال كي داير واش من فايده عندك زعما شغل انت باغي؟ هي باين الفايده على كل حال. الناس اللي تكون طالعه للشرق الغرب الجزائري كي تفوت الشلف تفوتوا البراج تاع الشلف، البراج الفيكسي تاع الشلف كي تكون راه غاليزان البراج غير تفوتوه ديك الدخله تما تلقوا هاد الجماعه على العام خدامين هنا مساكن.